طالبة القاضي أمينة بالي من ولاية قسنطينة، سنة ثالثة بالمدرسة العليا للقضاء، متحصلة على شهادة الماستر في العلوم الجنائية وقانون العقوبات. عملت كإطار مكلف بالشؤون القانونية بمؤسسة تسيير مصالح مطارات قسنطينة، ثم رئيسة مصلحة المنازعات والتأمينات بمؤسسة تسيير مصالح مطارات قسنطينة، ثم رئيسة مصلحة التنظيم العام بالمديرية العامة لمؤسسة تسيير مصالح مطارات قسنطينة. يلا أوكي، بالتوفيق إن شاء الله. لي الشرف أني حظيت بتكوين بين جدران هذا الصرح العلمي الكبير بالمدرسة العليا للقضاء، حيث استفدت بتكوين قاعدي يجمع ما بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. خالص لا يعد جانب الصرف في حالة الاستيراد والتصدير، سواء كان في المصروفات كانت العملة الأجنبية. الجانب النظري في جميع التخصصات القانونية والتأهيل العلمي على أيدي أساتذة أكفاء وقضاة متخصصين أجلاء، لا سيما تربصا ميدانيا أمام الجهات القضائية بالمحاكم والمجالس القضائية تحت إشراف مؤطرين. أنا أكن لهم كل الشكر والتقدير والعرفان، ولا سيما هذه المؤسسة المثالية المدرسة العليا للقضاء. عشرين فيفري 1992 بالقليعة. قليعة، اسم الأب؟ حسين. إذن عندك دفاع جاب الله محمد؟ عندي. أستاذة، بناء على محضر الاستجواب اللي تم أثناء تقديمه أمام سيد وكيل الجمهورية، تأسسون في حق المتهم جاب الله محمد؟ نعم سيد رئيس. أكدين لي أن تأسس في الملف؟ أكدو تأسيسنا سيد رئيس. شكراً. إذن جاب الله محمد، أنت متابع بجنحة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي بطريقة غير شرعية طبقا لنص المادة 12 من قانون 0418 قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، وقد تمت إحالتك أمام محكمة الجنح بناء على إجراءات المثول الفوري من طرف وكيل الجمهورية عملا بنص المادتين 333-339 مكرر وما يليها. أستاذة، طالعتم على الملف؟ نعم سيدة رئيسة، طلعنا على الملف. جاهزين للمحاكمة؟ جاهزين للمحاكمة. إذن القضية مهيئة للفصل فيها؟ اختياري للمهنة لم يأتي صدفة. اختياري للمهنة كان جاء عن وعي، عن إصرار، عن حب وقناعة، ذلك لسببين أساسيين. أولهما ما تتميز به هذه المهنة من شموخ، من رقي، ما لها من أثر على المجتمع واستقراره، ولا سيما حقوق وحريات الأفراد. السبب الثاني وهو نزولاً لرغبة الوالدين الكريمين، ولا سيما الأب رحمه الله. نزولاً لرغبة الوالدين الكريمين ولا سيما الأب رحمه الله.
مهنة القضاء هي مهنة حساسة، هي مسؤولية قبل القول بأنها مهنة، ذلك لأنه يقال سوني با لا لوا كيل فو كراندغ مي لو جوج. هذا تسألني وتقول لي لماذا، نجاوبك ونقول لك بكل صراحة، لو برومي دوفوا دان ماجسترا اي داتر جوست افون داتر فورماليست. هذا تطبيق سليم لمقولة القانون فوق الجميع والعدالة فوق القانون. والله بكل موضوعية وبعيدا عن كل عاطفة، يقال لو بون جوج كوندان لو كريم مي نو ديتيستي با لو كريمينال. هذا يبقى حكم القاضي من أصعب وأخطر القرارات، حيث يقال mieux vaut une condamnation de médecin que de juge. شكرا أستاذة. قضية في النظر بعد حين.